أتيت وشعري خلف ظهري يهرول، ورأسي بإحساس الطفولة مثقل، وفي القلب آيات من الحب والجوى تضللني بالشوق حين أرتل. أجيء فتأتيني القصيدة فتنة، وتنزل من عليائها لي فأنزل. هو بيكتب السهل الممتنع، وكلام جميل بتحسيه طالع من الأعماق، بياخذك إلى عالم آخر. أنا لحبيبي حبيبي لي، يا عصفورة بيضة لما تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي لي. كشاعر هو من الصفوف الأولى في البحرين، يشهد على ذي، مو أنا اللي أشهد عليه، أشهد عليه الجمهور طبعا، محبة الناس، محبة الجمهور، تواجده، حضوره، إصداراته. فخور جدا أن أخوي أصدر ديوانين وروايتين، لا مو بس ديوانين روايتين، أعمال ناجحة. أنا ما أقيسك بأعمالك، أنا أقيسك بنجاحك. في أشياء بعد أخرى مثل حضوره وتواجده في منتديات كضيف شرف، كيمثل البحرين في الخارج، هاي كلها علامات نجاح. أنا طبعا قريبة منك نجمة بعيدة منك قبلة، لن أعرضه للبيع أبدا، ولكن الشعر أنا بالنسبة لي الشعر يهدى، يهدى للأشخاص اللي يقدرون هذا النوع من الشعر، سواء كانوا شعراء محبين للشعر أو محبين للكتابة الإبداعية بشكل عام. فيعني أنا حرصت كل الحرص أن يقع هذا الكتاب في يد من يستحقه، ومن يستحق هذا الديوان هو الشخص الذي يحب الشعر ويقدر الشعر ويقدر المشاعر. الإهداء اللي على الكتاب نفسه كاتب فيه: إلى التي لم أعد أحسب عمرها بالسنوات بل بالقصائد. نيالها هذه البنت صراحة من أحلى الإهداءات اللي شفتها، وهذا يبين أنه طالع من قلب. يعني أنا أعرف الأشخاص اللي يقرؤون هذا النوع من الشعر واللي يحبون هذا الشعر واللي يقدرون هذا الشعر، فأهديه بالأسماء، وما عندي أي مشكلة أن أوصل الديوان بنفسي إلى كل من يقدر هذا الشعر وهذه المشاعر. وأنا الأخير، وإن شاء الله أنا أستمتع فيه الليلة. سافرت فيك ولم يزل شعري الأثير مسافرك، وقصائدي أهديتها لك كي تكون أساورك. باهي بها الدنيا وقولي كنت يوما شاعرك. أن تعرف الحسناء كيف تحب، لن تستطيع أن تحبي مرة إلا وحبك بعد يوم يخبو. هذا مصيرك، أن تكوني صورة للحب لكن ليس فيها حب. تجدين بين يديك ألف متيم، وبكل ناحية هناك محب، لكن قلبك لن يحب، فمن له حسن كحسنك؟ هل لديه قلب؟ قصتان، ثم قبلت جبهتي وبكيت، وبصمت تركتني ورحلت، وتلفت باحثا عن مكان أدفن الحب فيه منذ اختفيت. لم أجد غير ذكرياتي قبرا كي أواري بها بقية موتي، وبدا حبنا قصيدة شعر قلت فيها ما قلت واكتفيت. هناك مصادفة بأني بدأت كتابة الشعر في الوقت الذي بدأ فيه أخي هشام كتابة الشعر أيضا. أنا كتبت الشعر الفصيح، وبالمصادفة هو بدأ في كتابة الشعر العامي. هشام بلغ يعني منزل رفيع في كتابة الشعر الغنائي، ألف عدة أغاني لكثير من المغنين في البحرين وخارج البحرين،
وأنا التزمت بكتابة الشعر الفصيح. وبالمصادفة يعني كل واحد كتب الشعر بطريقته، ولكن لم يكن أحد منا يعرف بأن الآخر يكتب الشعر. أصبحنا يعني شاعرين من غير أن يعلم أي أحد منا بالآخر. إذا يتكلمون عندنا في البيت يتكلمون جملة وراها مثل على طول، فهذه المثل يركز أو يتم في البال. فتخيلي أنا فوز إذا نتكلم لازم يعني بين 50 جملة لابد أن في شيء في داخل يعني. هذا أخذناه من الموروث الشعبي في البيتين، بيت أمي وبيت أبوي. فأنا تأثرت من جانب، فواز تأثر من جانب، كنا نقرأ من يوم إحنا صغار. وهذا دائما اللي يأثر عليه المحيط، محيط فيه، محيط مثقف، الوالد مدرس، الوالدة قارئة جيدة، فتلاقينا في شيء في قدوة عندك في البيت. يعني أغلب القصائد الموجودة داخل الديوان على تنوعها، ولكن أغلبها يقع في إطار الشعر العاطفي بمختلف يعني حالات العاطفة، سواء العاطفة المتأججة في بداية الحب، أو العاطفة اللي هي الحزينة المكتئبة بعد نهاية هذا الحب، أو الحالات اللي يتعرض لها المحب سواء كانت اشتياق سواء كانت لوعة فراق. فالقصائد هي متنوعة سواء على صعيد الموضوعات العاطفية أو على صعيد الأوزان وعلى صعيد حتى الصور واللغة يعني. إضافة إلى ضمنت بعض القصائد الوطنية وبعض القصائد لها علاقة بقضايانا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين. القدس. لبست رداء الحب فوق ردائي، وجئتك والتاريخ سار ورائي. وآمنت بالتاريخ والحب قبلنا، فصرت كتابا من ندى وضيائي. ولما اتخذت الحب دينا وشرعة وصلت إلى عينيك دون عناني. أنادي وفي صوتي أذان محمد، وتحفظ أجراس المسيح غنائي. وأنشد فيك الشعر يا قدس موقنا بأنك أرض الشعر والشعراء. أسير كل جدار فيك أعرفه، وكل زيتونة في الحقل تعرفني. والبحر يحفظ أشعاري وأسمعه مرددا بعض أشعاري إلى السفن. وكل يوم يقول الكرم قصته، وقصة الزعتر البري والفنن. رضعت حبك حتى صار أغنية يجدو بها القلب في سري وفي علني. على جبينك تاريخ الذي اكتنزت فصوله ببطولات تشرفني. وفوق أرضك أجيال كم افتخرت بهذه الأرض والأحياء والمدن. كفاية فخرا وعزا أن لي وطنا يدعى فلسطين، ما أغلاه من وطني. كأخ دائما يكون خاصة بين الشباب، يكون بينهم الضحك والسخرية، لكن قصائد تثبت أنه ذو قلب كبير، ذو مشاعر غريبة. أنا ما أعرف أن فواز غيور إلا من خلال القصائد. أنا ما أعرف أن فواز مجروح إلا من قصائد. إنه شون فواز يشعر بالجرح؟ ما أشعر بالجرح إلا اللي مر في الجرح، ما أشعر بالغيرة إلا اللي مر في الغيرة بس. فقصائد تفضح داخل دواخل فواز، وشيء جميل أن أتعرف عليه أكثر. تخيلي عقب هالسن دي أعرف أخوي أكثر عن طريق قصائده، شيء حلو. لأن إذا نقعد على الغداء بس تضحك بس، وين الريال ذي؟ واحد ثاني. ما بتقدر تفصل فواز الإنسان عن فواز الشاعر، لأنهم واحد. واللي بيكتبوا فواز الشاعر هو بيكتبوا فواز الإنسان، هو إنسان واحد، شخص واحد. واللي بيكتبوا شعرا يطبقوا إنسانيا. وقبل أن تقري وتمنح القهوة أحلى رسمة لثغري، أدعوك أن تأتي ولا أملك أي عذري. أحكي الحكايا كلها لوجنة الله ما أجملها. أسأل من قبلها فجرا، وجئت مكتبي مثل نسيم الفجر من بعدها لتنشري عطرك ما أجمله من عطري. ما الذي في الكوب إلا حبنا، ضاع في الرشفة والبن استعاده. إننا من نوقد الحب هنا، وتزيد القهوة الآن اتقاده.
كم من الوقت مضى، كم رشفة بقيت في الكوب كي ننهي سواده، كم تحدثنا وكم تهنا معا بسكوت يعرف الكوب مراده، وإذا قلنا كلاما ساحرا مستطابا طلب الكوب الإعادة. المرأة لدي في الشعر لها منزلة خاصة. أنا دائما أقول بأن الشعر الذي لا يكتب في المرأة هو شعر مناسبات، أما المرأة فهي مناسبة بحد ذاتها، هي التي تكتب فيها الأشعار في كل حالاتها، في حالات الشوق، في حالات اللهفة، في حالات الفراق، في حالات الحزن، في حالة اللوعة، هي المرأة مناسبة بحد ذاتها. فهناك ليس هناك موسم من الحب، وإنما هناك امرأة هي كل مواسم الحب لدى أي شاعر. اللي يعجبني في قصائد فواز القصائد عن المرأة، يثير فيني مشاعر غريبة. سهل الممتنع، سهل في الكلام، لكن قوي قوي كمشاعر، يعني يخاطب مشاعرك مباشرة، وهذه أقوى أنواع الشعر بالنسبة لي. أنا ما أحب الشعر اللي يلف يدور يلف يدور، لا لا، تعال كلمني، حط عينك في عيني وكلمني. فواز كذي، فواز تكلم بشكل مباشر، وسبب نجاح فواز ذي الشيء. أمنيتي الحقيقية هي أن تكون هناك عودة حقيقية للشعر العربي الفصيح، وأن يكون الشعر العربي الفصيح البحريني شعرا مميزا يصل لأكبر شريحة من الناس، سواء في البحرين أو في الخليج العربي أو في الوطن العربي. العود. أصغي لصوت العود حين يغني وأبكي، فإن الدمع نصف اللحن. كم من لقاء بالمحبة ضمن، ورواه هذا العود عنك وعني. اصغي له ودعيه يحكي قصة لم نحكها يوما بنغمة حزن. لم يبكي هذا العود يوما، إنما أبكى جميع العاشقين بفني. قالوا وقالوا عنه ألف حكاية، قالوا وقالوا، قالوا وقالوا عنه ألف حكاية، فهو الجنائن وهو بيت الجن. وحكوا بأن به خطيئة آدم، وحكوا بأن به خلاص الكون. أما أنا فأراه أقصر سيرة الحب والأشواق حين يغني. أما أنا، أنا عاشق وكذاك عودي عاشق، لكنه يهواك أكثر مني. رفعت أشرعة النسيان كي أنسى، وحين أبحرت كانت عينها المرسى. كيف السبيل إلى نسيان نظرتها؟ بعض العيون معاذ الحب أن تنسى. وقبل أن تغادري أطلب أن تحاذري من شعرك المسافر، كي لا يحط مرة على ذراع شاعري، يأخذه لرحلة مترعة بالحب والمشاعر، ثم يعود خائبا بعد انتهاء الرحلة، لأنه يراك دوما قصة قريبة كنجمة بعيدة كقبلة.